مساء الخير على مشاهدي برنامج الملكة تواجه الطبيب. مساء الحب والتفاؤل والجمال، تفائلوا بالخير تجدوه، وإن شاء الله اللي جاي كله خير. في البداية أحب أرحب بزميلي دكتور عماد. أهلا بك دكتور. أهلا بيك يا أستاذ سمر. مساء الخير عليكم جميعا، وأنا مبسوط إن أنا باجي معاكم كل أسبوع، وبنحب إن احنا نقدم لكم حاجة جميلة، ويا رب تكونوا في البيت قاعدين من الوقت اللي احنا فيه في الحظر ده. وحابين ان احنا النهارده نقدم لكم حاجه يمكن ما تقدمتش في اي مكان وفي اي برنامج. هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، هي ايجابيات الكورونا وتاثيرها الايجابي في حياتنا. الحقيقه انا قعدت افكر في الموضوع ده بيني وبين نفسي كده، قلت حياتنا كده من غير كورونا كانت هتبقى عامله ازاي؟ يعني الفتره اللي فاتت يمكن كلنا الناس كلها كانت بتتكلم عن الكورونا، اضرارها ايه، اللي حصل، موتت كام واحد، اثرت قد ايه. في حاجات ربنا بيبعتها لنا في حياتنا ممكن ما نحسش بقيمتها، وممكن تبقى حاجات صعبة وحاجات بنمر بيها في حياتنا بتبقى خطيرة، لكن في الآخر بنستفيد منها. الحقيقة النهاردة احنا مقدمين لكم على حاجة مهمة جدا، هي 10 فوائد لوجود الكورونا في حياتنا. ان شاء الله ربنا هيدفع عنا البلاء ده وهيبعد عننا تماما، لكن في النهاية في 10 فوائد احنا حاولنا نلخصهم النهاردة من الكورونا وجودها في حياتنا. هنتكلم عن النقط دي النهاردة مع بعض. الحقيقة هنتكلم على أول نقطة وهي الوعي الصحي. مين فينا النهاردة ما بقاش عارف إيه هي الكورونا؟ مين فينا ما بقاش عارف إزاي نقدر إن احنا نقي نفسنا من الأمراض الكتيرة اللي بقت موجودة؟ مين فينا ما بقاش عارف إيه هي الفيروسات وإيه الفرق بين الفيروس والبكتيريا؟ مين فينا ما بقاش بيفتح الموبايل بتاعه ويدخل على المواقع الصحية، يدخل على مواقع الصحة العالمية أو يشوف الجرايد العالمية بتتكلم عن إيه وأخبار وتطورات الكورونا وفيروس الكورونا؟ مش بس كده، إحنا ابتدينا نهتم بمجالات كتير صحية بعد وجود الكورونا في حياتنا. يبقى أول فايدة ابتدينا إحنا نستفيد بيها من الكورونا هو الوعي الصحي اللي بقى موجود عند أي مواطن، لدرجة إن أنت النهاردة لو نزلت الشارع وسألت أي واحد بسيط عن حاجات ليها علاقة بالكورونا، سواء أنت بتقي نفسك إزاي أو بتلمس كمامة إزاي أو أي حاجة، هتلاقيه عارف وعنده المعلومة. ودي أول فايدة من فوائد الكورونا. الفايدة الثانية، اتعلمنا كلنا النظافة الشخصية، إزاي نغسل إيدينا كويس. الأول كنا نغسل إيدينا بالمية ونطلع نجري، دلوقتي لا، احنا لازم نغسل إيدينا بالمية والصابون لمدة 20 ثانية. اتعلمنا نغسل إيدينا كده بين صوابعنا بين ضوافرنا، اتعلمنا كل الحاجات المهمة. اتعلمنا أول ما نخش البيت نقلع الشوز بره، اتعلمنا نقلع هدومنا نحطها على طول في باسكت الغسيل، لأن هي ممكن تكون حاملة للميكروب. الحاجة الثالثة يا دكتور، كمان في دراسة أنا قريتها في الفترة اللي فاتت دي، لقيت إن في معدلات الجرايم ومعدلات الإرهاب وحتى الحروب العالمية الموجودة بين البلاد، تخيلوا انها قلت بشكل كبير جدا، بل في منها اصلا حروب وقفت تماما مبقتش موجودة. حتى معدلات الجريمة ومعدلات الارهاب في جميع انحاء العالم انخفضت بشكل كبير جدا، لدرجة ان في دراسات في بعض انحاء العالم الجريمة انخفضت بنسبة 80%. يعني الناس اللي كانت بتروح تسرق وتقتل ويحصل جرائم كتيرة جدا بسبب انشغالهم عن الكورونا، وانهم بقوا مهتمين بالموضوع ده وخايفين على نفسهم، ابتدوا يبعدوا حتى عن الجريمه. ايه فايده تانية ممكن تكون استفدنا بيها؟ الفايده الرابعه معانا النهارده ان احنا بقينا نسال على بعض، بقينا بنخاف على بعض، بنكلم بعض، نطمن على بعض، بنوعي بعض اكتر. خلوا بالكم، ما تنزلوش، ما تعملوش، لازم كحول، لازم ديتول، لازم كلور. الحاجات دي كلها بقت مهمه جدا. صله الرحم، بان في عندنا وقت من 7 أو من 8 بالليل تقريبا عندنا وقت فاضي، فبنقعد نكلم قرايبنا، نسال عليهم، نقرب لهم. ايه تاني دكتور؟ بمناسبه صله الرحم وان احنا بقينا بنسال على بعض اكتر وكلام من ده، طبعا احنا عارفين ان دلوقتي بقى معظم الرجاله يعني بيقعدوا في بيوتهم لفترات طويله جدا. انتوا عارفين ان احنا اكتشفنا في نفسنا مواهب جديده، يعني كل واحد من الوقت اللي فاضي اللي ابتدى ان هو يقتطعه من يومه عشان بقى بيقعد في البيت من بدري او بيروح البيت بدري بعد شغله، خلاص احنا كلنا دلوقتي بقينا قاعدين في بيوتنا بعد ما نخلص الشغل. تخيلوا ان احنا في ناس اكتشفت في نفسها مواهب جديده. انا في واحد صاحبي لقيته بيقول لي، كاتب لي قصيده، اكتشف في نفسه موهبه جديده من الوقت اللي ابتدى ان هو يقتطعه، لانه ابتدى ينظم وقته صح، بقى بيخلص شغله بيروح على بيته بيبتدي ان هو يستغل الوقت ده في قرايه، في موهبه جديده، في انه هوايه كان اندثرت عنده ما بقاش بيستخدمها، دلوقتي بقت الموهبه والهوايه دي ابتدت ترجع له تاني من الوقت اللي ابتدى ان هو يستغله. ايه تاني كمان؟ حاجه مهمه جدا بقى ان الراجل بقى يحب القعده في البيت،
وفي رجاله بقت تحب مراتها، يعني دي برضو من اجابات الكورونا. من صحيح. كتر ما بيقعد مع مراته في البيت لقى جو حلو جوه اسره، لقى مود احلى من الاول، بدا يقرب من مراته من اولاده، فطبعا دي حاجه مهمه جدا ستات كتير قوي كانت مفتقداها. الحقيقه كمان في حاجه بقى على المستوى الشخصي، بما اني اخصائي تغذيه علاجيه او طبيب او صيدلي او حد شغال في المجال الطبي، يعني نظره المجتمع نفسها للاطباء والصيادله اختلفت تماما. مش المجتمع المصري بس، انا بتكلم عن المجتمع في جميع انحاء العالم. دلوقتي بقى نظره المجتمع للطبيب او الصيدلي بقت نظره قويه، عرفوا قيمه الناس دي، عرفوا مش بس الصيدلي كمان ولا الطبيب، لا ده كمان الممرضه اللي بتبقى مسؤوله عن المرضى في المستشفى. عرفنا قيمه الطب والعلم والبحث. كان زمان اهتماماتنا بحاجات تافهه جدا، الطبيب ده كان اخر اهتماماتنا. دلوقتي النهارده سواء من الناحيه من البلد او الشعب نفسه، يا جماعه انا اول مره في حياتي ادخل على لجنه واعدي بالبطاقه لمجرد ان هم بيشوفوا صيدلي. يعني انا بقيت فخور ان انا صيدلي فعلا، ان حسيت ان البلد ابتدت زي الشرطه كده بالظبط. يعني اتفضل يعني حضرتك عادي. دلوقتي في الشوارع بعد الوقت بتاع الحظر ما بقاش فيه موجود غير الصيادله والاطباء والشرطه، هم دول اللي موجودين لانهم هم اللي بيقوموا بخدمه المجتمع دلوقتي. فاذا برضه نظره المجتمع دلوقتي، يقدر الطفل اللي كان بيقول انا خلاص طب ايه وبتاع ايه، لا خلاص ابتدى الطفل يحس ان هو قيمه الطب دلوقتي، البحث العلمي، ان انا اقرا، ان انا استفيد، ان انا اعمل معلومه، كل الكلام ده النظره دي اختلفت تماما. ايجابيه مهمه جدا جدا. المجتمع بقى واعي جدا، الشوارع بقت نظيفه، المواصلات بقت نظيفه، بقينا نطهر ونعقم كل حاجه تقريبا في البلد. فدي الصراحه اكتر حاجه عجباني في موضوع الكورونا. في بقى حاجة نقطة نفسية، يعني أنا شايفها بشكل كبير جدا بقت موجودة، إن الناس ابتدت تتقرب أكتر لربنا، وهو ده الطبيعي. الإنسان أول ما بيحس بالبلاء نازل عليه بيبتدي إن هو نفسيا يقرب من ربنا، لأنه بيجده الملجأ الوحيد. أنا عايز أقول لكم حاجة بتدل على كده. تخيلوا يا جماعة إن الكورونا لحد اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها دي ملهاش علاج خالص، يعني هي ملهاش علاج إن أنا أديك علاج تشفى منها. انتوا عارفين العلاج الوحيد هو ايه؟ المناعة. يعني المناعة هو العلاج الوحيد. حتى المريض لما بيدخل المستشفى بيتعمل له الحاجات الأولية، اللي هو لو سخن بيتاخد خفض حرارة، نفسه مقفول بيتاخد له حاجة موسع للشعب، يعني يا دوبك بنعمل له الاحتياطات الأولية ان احنا نحاول ان احنا نحجم على الآثار للمرض، لكن المناعة هي الأساس. يبقى إذا ابتدينا ان احنا نعتمد ان احنا نقرب من ربنا أكتر، ان احنا نفتكر ربنا، حتى فكرة الموت بقت متواردة علينا، مش عايز ربنا يحمي الجميع يعني، بس كلنا بقينا خايفين من الكورونا، وابتدينا ده يقربنا أكتر من ربنا ويخلينا نبعد عن أي حاجة وحشة كنا بنعملها بسبب خوفنا ورعبنا ده. الناس بقت حاسة ان الموت قريب، الفيروس ممكن يجي في دقيقة ممكن بعديها خلاص يعني. بالظبط بالظبط. آخر حاجة ودي حاجة مهمة جدا، موضوع المادة. احنا بقينا نوفر فلوس جدا على فكره واحنا مش واخدين بالنا. ما بقاش في خروج زي الاول، ما فيش الراجل بيخلص شغله ويروح على القهوه، ما فيش كافيه، ما فيش سينما، ما فيش سهر، كل الحاجات دي بقت توفر فلوس اكتر من الاول. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني مع فقره مهمه جدا. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم مره تانيه بعد الفاصل، وعايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن الحاجه دي الكل بيشتكي منها من وقت بدايه الحظر. ايه هي؟ ان احنا بنيجي بالليل والجوع بقى بيشتغل وعايزين ناكل، ونقوم نعمل ايه؟ طب نعمل حاجه حلوه، طب نحمر شويه بطاطس، طب كل التفكير شغال في الاكل من 7 لغايه بقى ما شاء الله لغايه لما ننام. فطبعا فرصه النهارده معانا دكتور عماد يكلمنا في الموضوع ده. طبعا يا جماعه احنا عارفين ان احنا كلنا عندنا مشاكل كثيره قوي بتقابلنا في الفتره دي، لدرجه ان انا شخصيا يعني ابتدى الحالات بتاعتي الحمد لله ابتدت تزيد يعني. تمام. الناس ابتدت تتواصل معايا بشكل، حتى لدرجه ان انا في عمل عندي كانوا يمكن بقى لهم سنه او اكتر ما تواصلوش معايا، ما كانش عندهم مشكله الجوع دي موجوده. الحقيقه الفتره اللي فاتت ابتدى الناس كلها بتشتكي من حاجه واحده بس، هو ان احنا بنزيد في الوزن، احنا مش عارفين نتغلب على الجوع ده ازاي، يا دكتور احنا قاعدين في البيت في الحظر مش عارفين نعمل ايه. فابتديت ان انا احاول ان انا اقدم لكم النهارده، هنقدم لكم نصايح مهمه جدا جدا عن ازاي نتغلب على الجوع في الوقت اللي احنا موجودين فيه في البيت الطويل بتاع الحظر. اول نقطه هنتكلم فيها النهارده هي تغيير سلوك حياتك. ازاي؟ لازم نعرف ان احنا في فرق ما بين الاحتياج الحقيقي للطعام، وده لما بتقل الطاقه عندي في جسمي ببتدي ان انا احتاج للطاقه علشان ابتدي ان انا اكل، فطبيعي جدا ان انا احتاج الاكل.
في بقى احساس تاني اللي هو احساس بيسموه ايموشنال ابيتايت. يعني ايه ايموشنال ابيتايت؟ يعني انا الشهيه بتاعتي شهيه عاطفيه، انا فاضي ما وريش اي حاجه، فبدخل المطبخ بجهز اكل وباكل، او بيجي على بالي اشوف كده في التلفزيون او على بعض الجروبس الموجوده على النت كيكه العشر دقايق كل حاجه يلا بقت 10 10 دقايق دقايق دلوقتي. ونعملها بسرعه وناكل. بالظبط، يعني مش فاهم احنا مستعجلين على ايه في الاكل، احنا كده هناكل يعني. بس هي الفكره ان احنا دلوقتي بقى عندنا يا دوبك نشوف الاكل بنحس ان احنا عايزين ناكل، الموضوع بقى هوايه، بقى تضييع وقت، بقينا في فراغ عندنا. فاذا اول خطوه لازم اعملها ان انا احول الاحتياج بتاعي بتاع الاكل، اعرف هل ده جوع حقيقي ولا مش حقيقي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي بدخل المطبخ علشان اجهز اكل، هل انا فعلا جعان ولا لا؟ خلي توجهاتنا اول خطوه عشان اتغلب على الجوع ان انا اغير سلوكي. يعني ايه اغير سلوكي؟ يعني انا بدل ما هدخل اعمل اكل انا هشغل نفسي بموهبه تانية، او هشغل نفسي بهوايه تانية، هقرا، هسمع موسيقى، هسمع حاجه مفيده، هتفرج على برنامج مهم زي عندنا كده مثلا، تتفرجوا على البرنامج بتاعنا، تمام؟ لازم نشغل نفسنا ونشغل وقتنا في حاجه مفيده وحاجه لذيذه. يبقى دي اول خطوه، اول ما احس بالاحساس بالجوع اقوم اشغل نفسي بحاجه تانية غير الجوع، غير الاكل، لان لو شغلت نفسي بالاكل ممكن افضل اكل باستمرار بدون توقف. ودي اول خطوه واهم واحده، اهم خطوه اللي هي بيسموها behavioral change، بغير السلوك بتاعي. دي اول خطوه. تاني خطوه معانا، بدل ما تدخلي المطبخ وتعملي اكل او حاجه حلوه بالليل، احنا ممكن نبدل ده بمشروب مفيد وبرضه هيزود المناعه. ممكن نعمل شاي اخضر، قرفه بالجنزبيل، عصير برتقان، عصير ليمون، كانتالوب، اي حاجه فريش. الحاجات دي هتشبعنا ومنها برضه هتزود المناعه وهتقلل نسبه الجوع عندنا. من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نفهمها، ودي حاجه طبيه بحته، يعني دلوقتي احنا لما بنقوم ندخل المطبخ وقررنا ان احنا هناكل، بندخل دايما ايدنا بتيجي على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي اللي هي عيش او رز او مكرونه، الحاجات اللي فيها كربوهيدرات. معلومه بسيطه كده، ان انت بمجرد ما بتاخد حاجه فيها كربوهيدرات بترفع عندك حاجه اسمها الانسولين. الانسولين ده بيعمل ايه؟ بيخليني اجوع تاني. عشان كده كل ما بتاخد كربوهيدرات اللي هي عيش، رز، مكرونه، حلويات، معجنات، الحاجات دي كلها بترفع الانسولين تخليني عايز اكل تاني. عشان كده لو انت لاحظت ان انت بعد ما بتاكل عيش مثلا، بتيجي بعديها بساعه ونص او ساعتين تلاقي نفسك جعان تاني، تاكل تلاقي نفسك جعان تاني. عشان كده اول حاجه لازم اخلي الكربوهيدرات هي الاختيار الاخير بالنسبه لي. انا ايدي بتروح الاول على الخضار، على الفاكهه، على الحاجات الصحيه، وبعد كده اخلي الكربوهيدرات دي اخر اختيار، لاني لو توجهت للكربوهيدرات هلاقي نفسي بجوع على طول. فدي من اهم الخطوات اللي انا لازم اخد بالي منها. طب ممكن نقول لهم زي ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناكلها بعد 7 بالليل او 8، من ساعه ما بنروح بعد الحظر لغايه وقت متاخر؟ بالظبط، في حاجات بقى مهمه جدا لازم نفهمها ولازم نعرفها كويس قوي، ان في حاجه اسمها السناك الصحي. السناك الصحي ده هو الحاجات اللي احنا ممكن نروح لها ناكلها ونبقى مش قلقانين انها هتزودنا في الوزن، وهو ده الاختيار الذكي. ازاي ان انا اختار الاكل الصحي اللي انا اقدر إن يفيدني وفي نفس الوقت ما يجوعنيش؟ بمعنى انا مثلا لو انا موجود دخلت المطبخ وقررت ان انا هاكل، خلاص انا شربت المشروبات بتاعتي اللي احنا عملناها والاستاذ سمر قالت عليها، زي ان انا رحت عملت شاي اخضر وممكن اخد قرفه وجنزبيل، دي حاجات بتزود الحرق، ممكن اخد ليمون او عصير برتقال تزود المناعه. طيب خلاص انا شربته وبرده جعان، انا عايز اكل، ممكن اخد سناك صحي. السناك الصحي اللي هو عامل زي ايه؟ عامل في عندنا اختيارات كتير زي المكسرات، ممكن قبضه من المكسرات او اللب السوري، الحاجات دي بتدي طاقه وفي نفس الوقت ما بتحسسنيش بالجوع وبتدي احساس بالشبع. كمان البروتين من الحاجات المهمه، ان انا ممكن اخد بروتين اكتر من الكربوهيدرات، لان البروتين بيديني احساس بالشبع لفتره اطول. في حاجات من الحاجات الصحيه جدا، حاجات زي الفشار، انا ممكن اعمل 3 كوبايات فشار يدوني احساس بالشبع وبتسلى بيهم، وفي نفس الوقت بيدوني احساس بالشبع لفتره طويله ومفيدين جدا جدا. برضو من ضمن الحاجات السناكس الصحي الخضار، ان انا اعمل لي طبق سلطه، ده هيضيع وقت معايا وفي نفس الوقت انا باخد حاجه صحيه بتزود معدلات الحرق، بتشتغل على المناعه بشكل كويس جدا وبتبقى مفيده جدا صحيه. فاذا دي من الحاجات السناكس الصحيه اللي انا بلجأ ليها اول ما بحس بالجوع. حاجة مهمة جدا يا جماعة، بلاش حلويات بالليل، بلاش حلويات بالليل. مش لازم بالليل تيجي عندنا كده حاجة اللي هو هنقوم نعمل حاجة حلوة ونقوم نعمل الكيك ونحضر الحلو، بلاش الحاجات دي. احنا فعلا ممكن نعوض الحاجات دي زي ما الدكتور قال، شوية فشار، شوية سناكس، حاجات كده مهمة ومفيدة
وهتزود المناعة برضو وهتقلل نسبة الجوع. برضو اللي انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، لو احنا اضطرينا ان احنا ناخد كربوهيدرات، يا جماعة الكربوهيدرات دي لازم تبقى حاجة اسمها كربوهيدرات معقدة. ايه الكربوهيدرات المعقدة دي؟ الحاجات اللي فيها الياف، الحاجات المفيدة. يعني انا مثلا بدل ما اخد عيش ابيض انا هاخد عيش عليه رد، لان الرد مهمه جدا في انها بتدي احساس بالشبع لفتره اطول. كمان بدل ما اخد مثلا حاجه عصير فيه سكر، او زي ما استاذه سمر قالت انا ممكن اخد حاجه فيها سكر فبالتالي ترفع لي نسبه الانسولين فبالتالي اجوع تاني، لا انا لازم اخد حاجات فيها الياف فتديني احساس بالشبع لفتره اطول. نفس الفكره بالنسبه للفاكهه، لازم في حاجه اسمها فاكهه ليفيه. يعني لما اجي اخد فاكهه اخد فاكهه فيها الياف زي التفاح زي الكمثرى زي البرتقال، والحاجات دي متوفره دلوقتي نقدر ان احنا ناخدها فتدينا احساس بالشبع لفتره اطول. في ايه تاني ممكن نعمله يفيدنا في ان احنا نحس بال حاجه مهمه جدا موضوع غسيل الاسنان، ان انت لو نظفت اسنانك بعد الاكل او عملت الموضوع ده 3 مرات في اليوم، طعم النعناع او اي نكهه في البق ده بيقلل نسبه الجوع، فاحنا لو وظبنا على ده ان شاء الله باذن الله مش هناكل بالليل كتير. في حاجة برضو من ضمن الحاجات السناكس الصحية جدا اللي احنا ممكن نعتمد عليها هي الشوكولاتة الغامقة. يعني في ناس دايما بتجيلي تقول لي طب يا دكتور انا دلوقتي جعانة وعايزة اكل فانا بحب الشوكولاتة جدا، طب ايه الحل في الموضوع ده؟ الحل في الموضوع ده يا جماعة بمنتهى البساطة ان احنا ممكن نستبدل الشوكولاتة العادية اللي احنا كلنا بنحبها اللي فيها نوتيلا وفيها حاجات كده، احنا ممكن نستبدلها بان احنا ناخد شوكولاتة غامقة. الشوكولاتة الغامقة دي كويسة جدا 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 للحرق، كويسة جدا جدا في انها بتدي احساس بالشبع لصحة القلب، مفيدة قوي في انها بتحسن الحالة المزاجية، ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها برضو الحالة المزاجية وتأثيرها على الشعور بالجوع. القلق والتوتر دي حاجة بتزود نسبة الجوع عندنا او الشعور بالجوع، فطول ما احنا قلقانين وحاسين ان احنا لا يعني في مشكله دلوقتي في البلد، طب هنعمل ايه؟ طب الحظر هيخلص امتى؟ طب الاسبوع اللي جاي الموضوع هيوصل لايه؟ التفكير المستمر في الحاجات دي بيعمل قلق، فبيخلينا ان احنا نعوض ده ان احنا نروح ناكل عشان نقلل شويه نسبه التوتر. طبعا يا جماعه ده غلط، احنا ممكن لو في شويه قلق او توتر شويه شاي اخضر كده صغيرين هيهدوا الدنيا معانا. بمناسبه التوتر والقلق انا عايز بس اتكلم على موضوع ايه سبب ان التوتر والقلق ده ممكن ان هو يخلينا نجوع بشكل كبير. الحقيقه ان في حاجه اسمها هرمون الكورتيزون. الكورتيزون ده بمجرد ما انت ما بتمر بتوتر او قلق الكورتيزون ده بيرتفع بشكل كبير جدا في الجسم، فبالتالي بيفتح الشهيه لدرجه ان في ناس بتستخدم الكورتيزون كفتح شهيه لان هو فعلا بيفتح الشهيه وبيخليك عايز تاكل. عشان كده انت طول ما انت قاعد قدام التلفزيون خايف ومرعوب بتتفرج على التلفزيون وبتسمع اخبار، وللاسف ان معظم الاخبار بتبقى اخبار محبطه وبتخلي هرمون الكورتيزون بيرتفع بشكل كبير جدا، فبالتالي بيديني بيفتح الشهيه. مش بس كده، ده كمان بيزود انتاج الدهون في الجسم وبيخزن الدهون في منطقه البطن. عشان كده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انا المفروض اعملها لو انا عايز انزل بطني، والنقطه دي هنتكلم فيها برضو ازاي تنزل البطن، انك تبعد عن التوتر والقلق وتنام كويس، لانك لو نمت كويس الكورتيزون هيقل بشكل كبير جدا، هتبتدي الدهون تتحرق من منطقه البطن وتتنقل لاماكن تانية وينزل دهون من الجسم. يبقى اذا الكورتيزون كعامل من عوامل فتح الشهيه وزياده الوزن من الحاجات الخطيره جدا اللي احنا نحب ان احنا نبعد عنها. ارجوكم ابعدوا عن التوتر والقلق، ودي من اكتر الحاجات اللي بتفتح الشهيه وكمان بتاثر على المناعه، لان زي ما احنا عارفين الكورتيزون بيقلل المناعه بشكل كبير جدا فممكن يعرضنا لامراض كتيره قوي. ارجوكم برضو ارجوكم الرياضه 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 دي حاجه مهمه جدا. احنا عندنا وقت فاضي بالليل وعندنا في ناس اللي هي ما بتشتغلش، احنا ممكن نصحى من النوم ربع ساعه كده الصبح شويه رياضه، بالليل شويه تمارين خفيفه، الموضوع ده هيفرق معانا كتير جدا يا جماعه. يا رب تكونوا النهارده استفدتوا معانا من حلقتنا. في النهايه احب اشكر دكتور عماد سلامه نتيجه الدكتور. طبعا انا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده، ويا رب دايما اديكم معلومات مفيده تقدر انها تفيدكم. انا بس عايز اقول لكم اخر نقطه بخصوص الحاجه اللي احنا، لان في سؤال برضو جاي لي دلوقتي عن ازاي ان انا اقدر ان انا اتغلب على دهون البطن، لان دي اكتر حاجه احنا بنشتكي منها. في نقطتين اساسيين يا جماعه لازم نعملهم عشان ننزل دهون البطن. رقم واحد ان احنا نبعد عن الكربوهيدرات زي ما قلنا، لان الكربوهيدرات بترفع الانسولين فتجمع الدهون في منطقه البطن. رقم اتنين الكورتيزون اللي هو القلق والتوتر.
رقم ثلاثة في حاجة مهمة قوي، النظام الغذائي الصحي. أنا لازم أقلل وجباتي على قد ما أقدر وأخليها وجبات صغيرة على مدار اليوم، لأن لما باخد وجبات صغيرة الجسم بيلحق يحرقها فمتخزنش في المعدة. فدي برضو من النقط المهمة اللي احنا لازم نتبعها في الوقت الحالي. أرجو أن أنا أشوفكم دايما بخير، ويا رب دايما يبقى صحتنا تمام. وبفكر الناس تاني ان احنا ان شاء الله متواجدين معاكم كل يوم سبت من الساعة 4، وان شاء الله نشوفكم دايما بصحة وخير وسعادة. خليكم في البيت وهنجيب لكم كل المعلومات المهمة لحد عندكم. خليك في البيت يا دكتور. خليكي في البيت يا استاذ. إلى اللقاء.